دمشق وينضم إلينا مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي مازن. إذا أنباء عن قتلى في صفوف النظام خلال المعارك الدائرة في احتيتت الجرش وأيضا استهدافات من الحر لمواقع عصابات الأسد ردا على المجازر في القابون. نعم بالفعل، يعني اليوم أخبار الغوطتين الغربية والشرقية تتصدر يعني حدث التطورات العسكرية. ففي الغوطة الشرقية حصلت اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة، وذلك على محور أراضي حتيبة الجرش وأراضي منطقة بالا، في محاولة من قبل النظام اقتحام منطقة بالا بالتزام مع قصف مدفعي طال تلك المناطق. يعني كان مساء أمس سجل أكثر من 15 صاروخ خارطة سقطوا على المنطقة. ففي خبر عاجل، يعني استطاع الثوار من أسر وقتل حوالي 45 من كتائب الأسد، والأسرى أكثر من 15 شبيح وعسكري، وأيضا القتلى أكثر من 27 من عناصر النظام وشبيحته، بالإضافة لقتل قائد الحملة العسكرية الأسدية على حتيبة الجرش وبالا. والحمد لله يعني تم السيطرة من قبل الثوار على النقاط التي كانوا قد خسروها في الايام الماضيه. هذا ما حصل في حديث الجرش. بالنسبه للغوطه الغربيه لا زال القصف المدفعي والاشتباكات متواصله حتى اللحظه، وذلك على اطراف بلده بيت تيمة والقبه وعين الشاره. ايضا طلع القصف اليوم من منطقه بيت جن ومزرعتها، اضافه لسقوط هذه الليله اكثر من 10 براميل متفجره من الطيران المروحي والتي استهدفت بيت جن واطرافها. وهذه اللحظة في مدينة الكسوة يجري انتشار كثيف لكتائب أسد في محيط مركز الهلال الأحمر السوري في المدينة. أيضا الطيران المروحي قام فجر اليوم باستهداف الجبل الشرقي لمدينة الزبداني بالبراميل المتفجرة. بالعودة إلى العاصمة دمشق، يعني اليوم منذ الصباح جرت اشتباكات على جبهة طيطة ومشارقة. استطاعت الثوار من صد أي محاولة تقدم للنظام هناك تحت غطاء القصف الناري والمسماري العنيف. ايضا صباح اليوم تعرض حي القابون للقصف بقذائف الهاون، مما ادى لسقوط العديد من الجرحى. طبعا هذا الاستهداف اتى بعدما زارت امس التي راح ضحيتها 17 شهيد جراء استهداف احدى المدارس في الحي، وذلك بصواريخ كاتيوشا. وردا على المجزره مباشره قام الثوار باستهداف مقرات النظام المتواجده على اطراف الحي، وذلك بقذائف الهاون. وحسب اعلان النظام قتل 4 أشخاص والعديد من الجرحى بضحية الأسد بحلبته، وذلك جراء سقوط 13 قذيفة. هذا باعتراف النظام. نعم أيضا أخي مازن، نلاحظ أن مجاهدين يتبعون سياسة معينة من خلال كل يوم تصعيد على جبهة معينة. نلاحظ عندما يتقدم مجاهدين مثلا في حوش الفارة قتلى في صفوف النظام، اليوم معارك في حتيتة الجرش ومقتل عدد من عصابات الأسد وأسر آخرين. يعني هل هناك تكتيك معين في العمليات كمباغتة عصابات الأسد؟ هو ليس تكتيك، لكن كتائب الأسد اليوم باتت تخاف من جبهات الغوطة الشرقية. يعني يوميا تحاول من كذا جبهة اقتحام الغوطة. أمس كان محاولة اقتحام الغوطة من جهة مدينة دوما، من جهة مخيم الوافدين. الحمد لله ثوار قتلوا العديد من عناصر النظام أثناء محاولتهم اقتحام الحي وصدوهم. وأيضا يعني اليوم جبهة حديث الجرش، يعني اليوم الثالث على التوالي، كتائب الأسد حاولت اقتحام الحي، لكن الحمد لله في خطة عسكرية من الثوار استطاعوا وصل كمين للعناصر واثروا العديد منهم وقتلوا العشرات منهم، اضافه لقائد الحمله العسكريه. حقيقه يعني نريد ان نوجه امر، يعني انه اليوم المدنيين ناشدونا بان نعمل على هذه الحمله للحصار الذي تشهده الغوطه الشرقيه. نحن وجهنا نداءات للقيادات العسكريه امس، ونقول لهم يعني لابد من قمع ايدي المحتكرين ومحاسبتهم. كما ذكرنا يعني خلال اليومين الماضيين ارتفعت اسعار السلع الى 5 أضعاف، يعني عندما كانت سعر السكر 250 ليره سوريه الان ارتفع الى 1250 ليره سوريه. على العكس منذ قليل ارتفع، يعني منذ تقريبا نصف ساعه ارتفع السكر ايضا الى 1500، يعني الان اكثر من 6 أضعاف ارتفعت اسعار السلع. دموع انه قد فقدت في الغوطة الشرقية، لكن السؤال يطرحه الآن على القيادات العسكرية في الغوطة الشرقية إضافة للقضاء الموحد والهيئات الشرعية أن يسارعوا إلى
هذا الحصار والاتجار المحتكرين بنيوم هذا الاحتكار، لان في الغوطه الشرقيه اكثر من مليون طفل وامراه وشيخ بحاجه لهذا الغذاء. يعني حقيقه في هذه الايام علياء ولا عائله تستطيع شراء اي سلعه من هذه السلع بهذا السعر. نعم. كان الله في عون اهلنا الصامدين. ايضا اخي مازن، هناك مواجهات عنيفه يخوضها مجاهدين على جبهات القلمون وانباء عن السيطره على عده نقاط، اذن اصبح مجاهدين يمتلكون زمام المبادره في المعارك الدائره ضد الميليشيات الشيعيه من حزب الله والمرتزقه. نعم، يعني يوميا معارك للثوار وبطولات تصدرها في القلمون، بالمقابل كتاب اسد تساعد من قصفها لهذه المناطق، كما لاحظنا في تقريرنا منذ قليل. يعني من مدينه الزبداني التابعه للقلمون تقصف البراميل المتفجره وخان الشيح وبيت جني. يعني اليوم النظام ينتقم من تقدمات الثوار بقصف المناطق الماهوله بالمدنيين من الاطفال والنساء والشيوخ. هذا النظام يعني اليوم لا يكترث لامراه وطفل، يريد ان يوقف اقتحامات الثوار لقتل الاطفال والنساء. مازن الشامي مراسل شبكه شام الاخباريه، كنت معنا من العاصمه دمشق، شكرا جزيلا لك.